ارتفع سعر صفيحة البنزين. لن تكون لا عفوا استاذة، انت تؤولين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين قوسين. مع حلول فصل الصيف من كل عام تتجدد معاناة سكان مدينة الحديدة بل وفي عموم المحافظات جراء تدهور الملموس للوضع الصحي. ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة فضلا عن انعدام الأدوية اللازمة للمرضى سيما ذوي الحالات المستعصية والمزمنة إضافة لانقطاع الكهرباء عن كافة المستشفيات العامة في أغلب الأوقات. كل ذلك يسهم بشكل مباشر في معاناة إنسانية ترقى لتكون كارثة حقيقية يعيشها البسطاء في محافظة الحديدة بعيدا عن أضواء الإعلام المشغول بالسياسة والحرب، واقعين ضحايا لا حلول لهم ولا قوة بين لا حول لهم ولا قوة في بين فكي الفساد والعجز الإداري وبين حالة الحرب والحصار منذ شهور. في حلقة اليوم نناقش ملامح المعاناة التي يعيشها ضحايا التدهور الصحي في ثاني محافظات الجمهورية سكانا، نستعرض مع المعنيين والمختصين الأسباب وأيضا نبحث وإياهم أبرز الحلول الكفيلة بإنهاء معاناة المتضررين الذين يتضاعفون يوما بعد يوم مع حلول الصيف بأمراضه الموسمية التي تطحن المرضى الفقراء. لمناقشة محاور الحلقة سيكون معنا في هذه الحلقة عبر السكايب من الحديدة الصحفي بسيم الجناني، وكذلك سيكون معنا نائب مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتورة أشواق محرم، على أن ينضم إلينا لاحقا الناشط الحقوقي طارق السروري. إذا أبدأ مع ضيفي عبر السكايب من الحديدة بسيم الجناني. بسيم مساء الخير. مرحبا أخي بشير. أهلا ومرحبا بك بسيم. بداية لو وضعتنا بصورة عن حجم المعاناة التي يعاني منها السكان في محافظة الحديدة، الأمراض منتشرة، الفقر منتشر في ظل غياب لكل مؤسسات الدولة وأيضا عدم سلطة الميليشيا، عدم اهتمام سلطة الميليشيا بتقديم أي شيء للسكان في هذه المحافظة. نعم أخي، أولا مرحبا أخي بشير، مساء الخير عليك وعلى ضيوف الكرام وعلى جميع المشاهدين. في البداية أشكر قناة بلقيس الطريقة لمعاناة أبناء محافظة الحديدة التي أضحت الأمراض والأوبئة وخاصة حمى الضنك كابوس يقلق سكان المحافظة الساحلية، خاصة بعد أن فتك المئات من المواطنين وأصبحت وفيات هذا المرض بشكل يومي منذ شهور وماضي ولا زالت حتى اليوم، وأصبح الوباء متفشي في كافة مديريات المحافظة بصورة مخيفة يفتك عشرات المواطنين في الوقت. نعم. الذي تشهد فيه المحافظة انقطاع الكهرباء وطفح المجاري، أهم الأسباب التي جعلت من الوباء ينتشر بشكل كبير. أيضا هناك نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في معظم مستشفيات الحديدة. نعم. ما فاقم من المشكلة وجعلها أكثر تعقيدا. اليوم مع ارتفاع سعر الدولار جميع شركات الأدوية أغلقت ورفضت منح الصيدليات والمستشفيات التي تتعامل معها بالآجل كمية الأدوية التي تحتاجها، وهو خطر جديد يهدد حياة المواطنين والمستعدين على تلك المستشفيات. نعم. كيف سيؤثر؟ نعم بسيم. نعم بسيم، كيف سينعكس ذلك على تفضل. نعم كيف سيؤثر ذلك بسيم على السكان في ظل هذا الفقر والأمراض المنتشرة والحالة الكارثية والإنسانية في محافظة الحديدة مع ارتفاع سعر الدولار وهبط العملة اليمنية أمام الدولار؟ أخي لا شك أخي بشير أن هذه الكارثة لن تستثني أحد، خاصة ارتفاع هبوط سعر الريال اليمني بنارها وسيكتوي بنارها الحارقة بشكل كبير. هم الفقراء والمساكين، هم في المرتبة الأولى، وقد بدأت المعاناة بارتفاع جنوني لبعض الأسعار في السلع الخدمية في السلع الضرورية والمشتقات النفطية التي وجدت تجار السوق السوداء اليوم فرصة ووسيلة للكسب بشكل مضاعف، مستغلين حاجة الناس والمواطنين لتلك المشتقات النفطية، خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي الذي يستخدم فيه الناس كثير المولدات وهم بحاجة لتلك المشتقات النفطية في هذا الصيف الساخن والحار. لذلك وجد يعني هؤلاء المتاجرون بمعاناة الناس الذي
يمسك بزمام هذه المرتبه الاولى هم الحوثيون في المحافظه. نعم. جميع محطات السوق السوداء المنتشره في الاحياء وفي الشوارع هم من اتباع ميليشيا الحوثي التي احتلت المحافظه منذ اكثر من عام ونصف. نعم، بسيم تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث ايضا من الحديده نائب مدير مكتب الصحه والسكان الدكتوره اشواق محرم. دكتوره اشواق مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بك دكتوره معنا في هذه الحلقه من بين قوسين. دكتوره، اذا امام كل هذه المعاناه، امام حجم الكارثه والفقر والانتشار الامراض والاوبئه في محافظه الحديده، ما هو دور مكتب الصحه في هذه المحافظه؟ بالنسبه لموضوع المعاناه التي تعانيها محافظه الحديده، تعتبر محافظه الحديده ثاني محافظه من حيث التعداد السكاني على مستوى الجمهورية اليمنية. نعم. حيث وصل العدد إلى 3 مليون نسمة. ولا ننسى أن محافظة الحديدة تعتبر محافظة وسيطة بحيث أنها تضم ال من كل المحافظات حتى يجتمعون فيها. نعم. لأنها يعني بالنسبة يعني كمنطقة وسط ما بين الشمال وما بين الجنوب. نعم. اللي حصل إنه المعاناة كبيرة، الحرب حصل فيها صعب. الحصار الخارجي انه في عندنا مش كل المستلزمات الطبيه اصبحت قادره على انها توصل، عندنا الان الادويه الرئيسيه للامراض القاتله، مثلا عندنا علاج السرطان، الناس اللي متعوده بتاخذ جرعتها في الدم ما عندهاش امكانيه انها تسافر ولا من دول الاموال بحيث انها تقدر تاخذ علاجها في الخارج، فانقطع انعزل علينا العلاج الخاص بامراض السرطان، الانسولين الان تماما كتمويل حكومي الأساسية الذي خاصة بعض الأمراض مثل اللقاحات بالعدم مثلا انعدام لقاح داء الكلب وغيرها. نعم. أيضا الأوضاع الذي إحنا مأملين أن نوصل إلى حتى تفكر توقف الحرب، يعني سواء الحرب الداخلية التي بنعاني الاقتتال الداخلي وغيرها الحرب من الخارج. نعم دكتورة أشواق. نعم نعم تفضلوا. نعم دكتورة أشواق، يعني ما هو معلوم الآن أن محافظة الحديدة على الأقل لا توجد فيها يعني مواجهات، وهناك سلطة الأمر الواقع التي تقودها ميليشيا الحوثي على هذه المحافظة وتفرض سيطرتها على هذه المحافظة، وربما محافظة الحديدة من أكثر المحافظات التي لا زال هناك يعني ميناء الحديدة أغلب المعونات تصل من هذا الميناء. نصيب هذه المحافظة من كل المعونات التي تصل سواء من المجتمع الدولي سواء من المانحين سواء من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان؟ أنا أتذكر في قمة الحصار عندما كان هناك حصار للمواني وكان في حصار على ميناء الحديدة، عندما كان يسمح لمنظمة الغذاء العالمية بسفنها في ميناء تتحرك القوافل الجميع خارج المحافظة، وكانت محافظة الحديدة فيها النازحين وفيها الأمراض وفيها الفقر وفيها مع ذلك ما تقدرش توصلها. لماذا برأيك دكتورة؟ برأيي لأنه كانت الحصة سيتم توزيعها لأنها كانت مخصصة للمحافظات التي تتعرض للاقتتال أكثر. أتذكر أيام ما كان الحصار في الأيام ما كان الحرب يعني في أشدها في عدن. نعم. وغيرها من المحافظات. الآن يعني بالنسبة للتغذية الرئيسية لمحافظة الحديدة تغذيتها بالأدوية بيكون مركزيا من الوزارة من صنعاء. إحنا عندنا إشكال إنه ما فيش إمداد للوزارة، الوزارة ما بتحصلش حصتها. يعني احنا بنعاني كثير من هذا الشيء. يعني الميليشيا نعم دكتوره اشواق، الميليشيا اوقفت نعم دكتوره لا لحظه، هو في احنا هنقول اذا نعم. كان في ناس متسببين من الداخل، في عندنا ايضا الحصار الذي متسبب من الخارج، ايضا هي الحرب. نعم. هي الحرب من يعني بكل النتائج احنا بنجني، صدقني الذي يعني ما بيجنوش النتائج هو الناس الذي هم بعيدين عن بالتاكيد هي نعم دكتوره اشواق نعم بالتاكيد هي سبب الحرب. احنا في المعاناه. نعم دكتوره. احنا عندنا حمضانك في الحديده. نعم. عندنا الناس بتموت، احتباس حراري، درجه الحراره وصلت الى اكثر من 50 درجه، اليوم توفى واحد من جيراني عمره 54 سنه بسبب ارتفاع درجه الحراره والحر. نعم دكتورة أمام هذا المعاناة، كما تعلمي ميليشيا الحوثي تنفق ملايين الريالات من أجل يعني اسمح لي دكتورة في هذه الجزئية دكتورة. الميليشيا تلتزم بما عليها في المفاوضات، الدول الذي محاصرين لنا والذي بني عليها الحصار تلتزم بالاتفاقيات السلام، هو السلام ولا غير الذي يجد لنا الحلول لكل المعاناة. معاناتنا تبدأ من أبسط الأشياء التي لم تلحق تتخيلها. نعم. إلى أكبر الأشياء. نعم. في الحرب في السلام. نعم. للأمانة يعني محافظة الحديدة من أكثر المحافظات هم
يقولوا ما فيهاش اكتئاب، فيها يعني محافظة الحديدة فيها معاناة. نعم فيها عدد السكان. دكتورة أنا أقدر، دكتورة أشواق، أنا أقدر حجم المعاناة وحجم الألم اللي أنت تحاولي تعكسيه للمشاهد الكريم وتنقلي الوضع المأساوي فيها في محافظة الحديدة. مكتب الصحة الآن في المحافظة لا شك أن هناك يعني له يعني مخصص مالي وميزانية يعني من البنك المركزي الذي تشرف عليه ميليشيا الحوثي وأيضا تشرف وتسيطر على محافظة الحديدة. هل لا زالت إيرادات مركز الصحة في محافظة الحديدة تصل بشكل اعتيادي؟ هل الميليشيا توفر حتى أدنى وأبسط المتطلبات لما يحدث لأبناء الحديدة خاصة في الكوارث الصحية وانتشار الأوبئة والأمراض؟ عندك أبسط مثال، هيئة مستشفى الثور العام الآن بتستغيث إنه نفذت في فترة زمنية أعطوها لنا مستشفى الثور، إنه إذا إلى الأسبوع القادم إذا لم يتم توفير المستلزمات الطبية والأدوية سوف يتم عدم استقبال أي حالة، والذي يعتبر هو المستشفى المركزي لخمس محافظات. نعم. وليس محافظة الحديدة فقط، هذا هيئة مستشفى الثور. احنا نعم. الان بنعاني من انقطاع الادويه، يعني الادويه مش موجوده، ما بتجي لنا سواء الذي احنا الامداد اصلا بيكون مركزيا عن طريق وزاره الصحه، ما فيش. نعم. المستشفيات اصبحت بتستقبل الحالات، الناس بتروح. نعم. المستشفيات الحكوميه. نعم. المفروض ايراداتها بتغطي الاحتياج، الناس فقراء ما عندهم. نعم. يدفعوا مقابل العلاج او مقابل الدواء. نعم. طيب دكتوره، والطلب زاد على الدواء. نعم. الموجود. دكتوره يعني تكرمي بالبقاء معنا، واتمنى ان تكوني في مكان تكون فيه الشبكه اكثر وضوح حتى نتمكن من سماعك بشكل جيد. الان سنذهب لمتابعه بعض التصريحات تعكس من خلالها معاناه ابناء محافظه الحديده، نتابع هذه التصريحات ومن ثم نكمل الحديث. تكرموا بالبقاء معنا. الوضع المتردي الصحي الموجود يعني من إهمال سواء كان في الجانب الصحي أو الجانب الخدمات المتمثلة بالنظافة، من يعني تفجير المجاري، وأضف إلى ذلك انقطاع الكهرباء الذي لحد الآن قرابة السنة في مدينة الحديدة نعاني من الكهرباء. انتشرت حمى الضنك في محافظة الحديدة بشكل فظيع، والمستشفيات في محافظة الحديدة تعج بالمرضى، فإذا لم تعمل الجهة المسؤولة حل سريع لهذه المشكلة سنواجه كارثة إنسانية. بالنسبة للوضع الصحي بمحافظة الحديدة يعتبر رديء جدا، وذلك لعدة أسباب، منها تراكم القمائم في الحارات، وهذا يؤدي إلى انتشار البعوض التي تعمل على نقل الملاريا وحمى الضنك، كمان أيضا منها انقطاع الكهرباء، وهذا يفاقم المشكلة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. الوضع الصحي في الحديدة مأساوي بكل ما تعنيه الكلمتين معنى، بسبب انطفاء الكهرباء والحرارة الشديد وحالة الناس المأساوية، وأيضا عدم توفر الأدوية، معظم الشرائك من الأدوية قد رحلت من البلاد. الوضع الصحي في الحديدة يعني مزري للغاية، مع خصوصا مع دخول موسم الصيف، فهذه الأوضاع يعني لا توجد مستشفيات حكومية خصوصية، ولا توجد مستشفيات حكومية تتقبل للمرضى والمحتاج. حياكم الله من جديد. إذن مشاهدينا الأكارم تابعنا هذه التصريحات التي وثقنا من خلالها حجم المعاناة في محافظة الحديدة، انتشار الأمراض، الأوبئة، وسط غياب كامل لدور الجهات المعنية، وأيضا دور غياب كامل لسلطة الأمر الواقع التي يعني تقودها ميليشيا الحوثي في هذه المحافظة. عودة إلى الصحفي بسيم الجناني من الحديدة عبر الإسكايب. بسيم، عدنا لك من جديد. الدكتورة أشواق تحدثت أن الحرب هي سبب كل هذه الكارثة الإنسانية المتواجدة في الحديدة، لا تتحمل ميليشيا الحوثي المشكلة الكبيرة أو المسؤولية أمام كل ما يحصل في محافظة الحديدة من فقر ومن معاناة. من وجهة نظرك هل تتفق مع طرح الدكتورة، أم هناك وجهة نظر أخرى يعني كانت وراء كل هذا المعاناة التي وصلت في الحديدة لهذا المستوى؟ لا شك أخي بأن الحرب أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت ليس فقط محافظة الحديدة بل الشعب اليمني إلى ما هو اليوم عليه. نعم. طبعا هناك إهمال رسمي لموجة الأمراض التي تجتاح المحافظة من قبل السلطات المحلية، والاكتفاء بحملات هزيلة تجعلنا أمام مستقبل مقلق للأمانة في المحافظة. نعم. في كل يوم تقتل الحرب في اليمن العشرات من المدنيين لتأتي هذه الأوبئة فتزيد الطين بالله. نعم. الوباء ليس والأمراض التي تجتاح المحافظة ليست وليدة اليوم،
هي على مدى 6 أو 7 سنوات سابقة وهم يجتاحوا محافظة هذا الوباء، وفي مثل هذه الأيام وكذلك في فصل الشتاء لم نجد هناك أي حلول عملية علمية تكافح هذا الوباء، سواء من السلطة المحلية أو من سواء وزارة الصحة. نعم. الوباء حب الضنك وانتشر على في محافظة تعز، في لاحج، في عدن، في الحديدة، ولكن في المناطق الحارة التي تعيش وضع استثنائي كمحافظة الحديدة. نعم. في انقطاع التيار الكهربائي فيكون المعاناة مضاعفة. نعم. طبعا يحتم اليوم على المنظمات الصحية الدولية، وأنا أشدد على ما قالت الدكتورة بأن هناك يعني هناك تقصير كبير من المنظمات الإغاثية، حيث أن كثير من المعونات الغذائية والصحية تمر من محافظة الحديدة، وهناك أيضا أسباب يعني لا يمكن تغافلها. نعم. يحكم طبعا. نعم. إذا كيف تقيم نعم بسيم المنظمات المحلية. نعم بسيم، إذا كيف تقيم دور الحكومة، دور مكتب الصحة، دور الجهات المعنية في محافظة الحديدة أمام كل هذه المعاناة؟ نعم أخي، هناك جهود لا ننكرها، هناك جهود تمر على محافظة الحديدة، يتم منحها الفتات لا ننكر، هناك أيضا وحتى المنظمات المجتمعية العاملة في مجال الصحة اليوم يتعرضون للعاملون في الابتزاز، لا نخفي هذا الشيء، والاختطاف من قبل الحوثيون. رغم ذلك لا يجب أن نتوقف هذه المنظمات القيام بدورها، وإن كان وإن يكون لها دور، وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب الصحة. للأمانة هناك مكتب الصحة يقوم بجهود يشكرون عليها، لكن جهود لا تكفي إن لم يكن هناك دعم خارجي في ظل هذه الحرب وفي ظل الانعدام أو عدم وجود مؤسسات الدولة. نعم بسيم، لكن في المقابل بسيم أتمنى نعم من الحكومة بسيم الشرعية بسيم في المقابل أتمنى من الحكومة الشرعية والتحالف والمنظمات نعم النظر لمحافظة الحديدة بمزيد من الاهتمام، وعدم اهتمامها لكونها محتلة من قبل الميليشيا. نعم بسيم، أمام كان اليوم هم أول من رفض الميليشيا وتواجدهم نعم في المحافظة أمام كل هذا المعاناة بسيم. نعم لكن كيف يمكن أن نفهم بسيم، كيف يمكن أن نفهم أمام كل هذه المعاناة في محافظة الحديدة؟ كما تعلم يعني تجمع من محافظة الحديدة وغيرها ملايين الريالات مجهود حربي لدعم الميليشيا التي أسقطت الدولة ويعني تسلطت على كل مقدرات الدولة. أخي العزيز، يعني هذه سلطة واقع، سلطة قوة أتت في المحافظة وفرضت أجندتها بقوة السلاح والقمع والاختطاف ولا يمكن والقتل أيضا، وتعدى ذلك إلى اقتحام المنازل. وأعتقد بأن هذا الوضع أصبح بشكل شبه يومي في المحافظة يمارس على أبناء المحافظة، ولا يوجد لا حول ولا قوة لأبنائها. طيب. أن يفعلوا أي شيء أو يناجوا. نعم. خاصة بأنها محافظة سلمية لا يحمل أبنائها سلاح ولا يعني المقاومة فيها كر وفر، رغم أنها توجه ضربات موجعة إلا أنها ليست بتلك المقاومة المباشرة. نعم. تكرم. نعم. في محافظة نعم بسيم. أعتقد أن الوضع مختلف جدا. نعم. في محافظة تكرم بالبقاء معي بسيم. أعود إلى الدكتورة أشواق محرم. دكتورة أشواق، إذن أمام كل هذه المعاناة وأمام التخاذل من قبل الجهات المعنية ومن قبل سلطة الأمر الواقع ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، الدور الذي لازمتم الآن تقومون به بالتعاون مع منظمات خيرية، مع منظمات حقوق إنسان، مع فعالية الخير، ما الذي لازمتم تقدموه للبسطاء، لمن هم مصابون بالحمى، لمن هم مصابون بأمراض المكرفس وغيرها من الأمراض الموبئة والمزمنة في محافظة الحديدة؟ طبعا احنا ممكن يكون حل يعني نحاول نحن طبعا الحل الرئيسي للمشكلة ان احنا نمنع تواجد البعوض الناجل لمرض الضنك. نعم. انه عمليه توفير الكهرباء بحيث انه كل البيوت فيها ماء، توفير الكهرباء بيحل لنا مشاكل بحيث انه ما تكونش في عندنا ضعف في المناعه وتعرض الناس لارتفاع في درجه الحراره يؤدي الى حدوث هبوط في الدوره الدمويه وتعرضهم للموت. وعندما يكون الانسان جسمه مؤهل بيكون المرض فيه متفشي او الاعراض المرض فيه بتكون اكثر. نعم. الثاني عندنا انتشار للضمامات، هذه عملت لنا مشكلة ثانية حمى الضنك اللي هي انتشار الكلاب الضالة في بعض المديريات من ضمنها مديرية الجراحي، بحيث انه تخيل يعني في اليوم الواحد ممكن تكون 6 حالات 7 حالات عرض الأطفال او الحالات جديدة، ويكتشفوا بعدها ان الكلاب بتكون مسؤولة. نعم. عدم توفر اللقاح. هل لازال نعم دكتورة نعم دكتورة أشواق، هل لازال يعني المنظمات الخيرية المعنية بحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية، هل لازال هذا دور فاعل في محافظة الحديدة تمدكم ولو بأدنى الأدوية التي تخفف من هذه المعاناة؟ بالنسبة
الحمى الضنك. بالنسبه لهذه اعتقد الان كان في اعتقد انهم بيعملوا الرش الضبابي بحيث انه يتم محاربه البعوض. مكتب الصحه بجهد الامانه مع مكتب الصحه والفريق العامل فيه كلنا بنعمل جهدنا بحيث ان احنا بنتواصل مع الجهات المختصه مع الصحه نفسها. احنا حتى مشكله مضبوطه العلاج الرئيسي حاليا. نعم. انا حاليا الان اصبحت معدومه بشكل تام على الجمهوريه كامل. نعم. هو العلاج الرئيسي ما اخذش المريض المحلي الفريديه ممكن هي تاتي الى الوضع. نعم. المعاناة كبيرة. نعم. دكتورة أمام انعدام. نعم. عديدة. نعم دكتورة أمام انعدام هذه الأدوية والأنسولين والمواد الطبية المهمة في محافظة الحديدة. لا شك أيضا هناك أيضا معاناة أكبر وهي انقطاع التيار الكهربائي. هناك أنباء تحدث بأن مستشفى لا اسمحي لي دكتورة بأن مستشفى الثورة العام يهدد بإغلاق المستشفى لعدم تواجد الكهرباء وأن ميليشيا الحوثي تقطع الخط الكهربائي الوحيد الذي لا زال يعمل في الحديدة الخط الساخن ويقطع لساعات طويلة عن مستشفى الثورة. هل تواصلتم مع المعنيين من قبل ميليشيا الحوثي بعدم يعني قطع الكهرباء على المستشفيات على المراكز الصحية التي لا زالت تقدم الخدمات البسيطة للأمراض والمصابين في الحديدة؟ طبعا الخط الساخن انقطع على جميع المرافق اللي كانوا مدعى. احنا انا للامانه شخصيا ضد فكره الخط الساخن. لماذا انقطع دكتوره؟ لماذا انقطع دكتوره؟ لانه المازوت انعدم وهم كان في اشكاليه في دخول السفينه المعبر في المازوت. ما عندي تفاصيل ولكن السبب الرئيسي في المقابل هناك من يتحدث. دكتوره اسمحي لي انا بس حاب بس ناخذ معلومات واضحه وصريحه منك. هناك من يتحدث بان ميليشيا الحوثي تتخذ من هذا الخط الساخن للبيع والشراء وجني الاموال الكبيره لبعض المتنفذين في المحافظه. ما صحه هذه المعلومه؟ حتى المصانع اصبح يشغل بعض المصانع من الخط الساخن الذي هو المازوت الذي كان من حق الدوله من حقنا احنا كمواطنين. نعم. احنا في الحرب. نعم. والان ارتفاع المعدل يعني تخيل الان تضاعفت اسعار المشتقات النفطيه التي كنا احنا بدانا نتكلم على السعر الجديد والان اصبح ضعف السعر. نعم. احنا ضحيه النهايه هي سواء للمتسببين في داخلين او خارجين واحنا ضحيه. احنا نشتي حل لا يرجعوا لنا من الكويت الا بسلام. نعم. رجاء. نعم. نعم دكتوره نحن نشعر جميعا بحجم المعاناه والالم الذي يعانوا سواء في محافظه الحديده او كل محافظات ومدن اليمن. دكتوره اتكلم معك من الحديده. نعم. اتكلم معك من الحر اتكلم معك والكهرباء طافيه الان. نعم دكتوره كلمتك الاخيره قبل ان نودعك بسبب ضيق الوقت رسالتك للجميع ليلتفتوا لدعم الحديده لتخفيف معاناه الحديده لتوفير ادنى الخدمات ادنى الادويه من اجل يعني أن ينقذ الناس في هذه المحافظة التي تشكو من الحرمان تشكو من الفقر. أحب أن أشكركم لأن أنتم من القنوات التي صراحة بتلامس معاناتنا. الحاجة الثانية أنه أنا أعتبر إطالة وأيضا أتمنى أنه يكون في التفاف المنظمات. على فكرة في منظمات اللي أصبحت فعالة عندنا هي منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة رعاية الطفل. المنظمات الأخرى أصبحت مع احترامي أسباب هي توقفت عن منظمة الغذاء العالمي. كذا ما عاد شفناش أحد يعمل أي شيء. حتى المنظمات التي موجودة أصبحت 50% من دورها كمنظمة فاعلة وداعمة انتهى. إلى الآن ما قدرناش نحصل مشتقات نفطية هي المفروض توفير مستشفى الثورة وغيرها منظمة الصحة العالمية. نعم. فأني أعتقد أنه لازم يكون في حل. الحل لازم يكون حل جذري أوقف الحرب. لازم يكون في سلام. شكرا. يعني نعم. احنا بنعاني كثير. نعم. أنا اشكركم واعتذر الاطاله. شكرا جزيلا لك الدكتوره اشواق محرر نائب مدير مكتب الصحه والسكان بمحافظه الحديده كنت معنا عبر الهاتف. اذا مشاهدينا الكرام الان نذهب لمتابعه هذه الماده المعلوماتيه التي وثق من خلالها معد البرنامج الزميل وديع عطا حجم المعاناه والارقام المخيفه والمهوله للامراض وايضا الكوارث والفقر في هذه المحافظه. نتابع هذه الارقام والاحصائيه ومن ثم نعود تكرموا بالبقاء معنا. We'll be right back.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الأكارم. أعود إلى الحديدة عبر السكايب مع الصحفي بسيم الجناني. بسيم، إذن أمام هذه الكارثة الإنسانية الموجودة في الحديدة، أمام الخذلان الكبير لمحافظة الحديدة، إذن من وجهة نظرك من الذي ممكن بيده الحل ويسهم إلى حد كبير للتخفيف عن أبناء محافظة الحديدة؟ نعم، بما أن الخذلان من الجميع فيكمن الحل من الجميع وليس فئة معينة. نعم، هناك مشاكل عديدة تعانيها المحافظة، الوضع الصحي لا يمكن مواجهته، خاصة أنه يعدد مئات الأسر، ولأن نوقع هذه الحملة برش ضبابي أو تشكيل لجنة طبية، يجب على السلطة المحلية المحافظة وممثلة مكتب الصحة أن تبدأ عمليا بإيجاد فحص طبي لمعرفة هذا الوباء وعلاجه أو الحد من انتشاره بشكل كبير. هناك أيضا عودة الكهرباء أخي، لا عادة الكهرباء فيحد كثير من انتشار هذا الوباء. نعم. كثير من انتشار هذا الوباء سببه انقطاع التيار الكهربائي، فكثير من السكان المحافظة يبيتون في العراء عرضة للناموس الذي البعوض الذي نعم. ينقل الوباء، وهذه مشكلة عويصة جدا. نعم. لا تحل إلا بدخول ناقلة المازوت الموجودة الآن قبالة ساحل ميناء الحديدة. هناك كان هناك تصريح سابق لإدخالها وانتهى التصريح بسبب مماطلة وزارة المالية وشركة النفط في دفع قيمة المازوت، والآن انتهى التصريح، والآن يعامل تصريح يعني إلا أن الوضع في الأمانة غير مبشر بخير، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار ورفض البنك المركزي دعم المشتقات النفطية والطلب من شركة النفط بتوفير احتياجاتها من خلال السوق السوداء. نعم بسيم، هناك من يتحدث بأن هناك تقصير كبير من أبناء محافظة الحديدة، لا سيما الصحفيين والإعلاميين وأيضا الناشطين، لنقل المعاناة التي في محافظة الحديدة، وهذا يشكل عدم معرفة المنظمات الإغاثية، منظمات حقوق الإنسان، عدم أيضا الضغط على الجهات الرسمية بتقديم شيء لمحافظة الحديدة. لا أخي، لا ألوم أي صحفي أو ناشط حقوقي مقصر في الحقيقه داخل الحديده، القبضه الامنيه التي تفرضها ميليشيات الحوثي على الصحفيين، على الناشطين، على كل من يتحرك لنقل معاناه الناس، مبرر وكبير بان لا نلومهم او نلتمسهم العذر، الا انهم يعني لا نعفيهم من ان ينقلوا معاناه الناس. اليوم المنظمات الاغاثيه، وانا اتحدث من مصدر يعني موثوق، لا يمكن ان تتحرك اي مبادره او مؤسسه اغاثيه الى مديريه لتقديم يد العون الى المحتاجين والفقراء الا باذن ميليشيات الحوثي عبر ما يسمى الوحده التنفيذيه للاغاثه التي انشاوها، واصبحت تقوم بعمليه ابتزاز لهؤلاء الناشطين الذين يتحركون، وان تجاوز الناشطون او الناشطين هذه الوحده اما ان يسجنوا او يختطفوا او يتم احتجازهم في النقاط الامنيه كما حصل قبل ايام، واحتجزوا ناشطين قياس الراي وايضا منظمه العون وجمعية المستشاري في مديرية الثمران. نعم. هذه إحدى الممارسات التي تجعل الناشطين والحقوقيين أو الصحفيين بشكل عام أن ينقل المعاناة بشكل واضح، وأصبح يعني نعم. يتحرك بحدود وغير وبدون أريحية. نعم. وبسبب القبضة الأمنية نعم. طيب بسيم، نعم، وعملية التعسف التي تحصل للناشطين. نعم بسيم، إذن في المقابل أيضا كيف تفسر الإهمال الكبير والشديد لمحافظة الحديدة وأيضا للوضع بشكل عام دائما في الحديدة مهمل، يعني سواء سابقا أو حتى الآن، ما هي الأسباب التي تقف وراء عدم الاهتمام بهذه المحافظة؟ أخي العزيز، نحن كما قيل سابقا يعني منذ 33 عام أو أكثر حتى اليوم تعاني محافظة الحديدة من التهميش والإهمال وكثير من الإخفاء في شتى المجالات، سواء الوظيفية أو حتى الإدارية أو حتى المناصب أو حتى المعلومات التي تقدم من الدولة للمحافظة كوظائف وتوظيف السكان المحافظة. هناك للأسف إهمال كبير للمحافظة، وهي المحافظة الحلوب، تركها علي عبد الله صالح لما بعده ليمارسوا نفس عملية أو النهج الذي كان يمارس على هذه المحافظة من خلال السطوة والسيطرة على مفاصل ثروات فيها كالميناء أيضا. نعم. البحر. نعم. كل شيء مسيطر عليه. نعم. جميع إيرادات محافظة الحديدة في الربع الأول
تجاوزت ال 14 مليار ريال يمني خلال 3 أشهر فقط. نعم. وهو مبلغ يعني. أين ذهبت هذه المبالغ بسيط؟ لا يقارن. أين ذهبت؟ نعم، هذه المبالغ أين ذهبت؟ كبير جدا. والكهرباء لا تحتاج حتى نصف مليار. نعم نعم، إيرادات هذه الإيرادات بسيم، إذا ذكرت هذه الإيرادات التي ذكرتها 14 مليار خلال 3 أشهر من إيرادات محافظة الحديدة، إلى أين ذهبت من وجهة نظرك؟ ذهبت إلى خزينة المالية التي تسيطر عليها مجلس العودي، ولا أحد ينكر هذا الشيء. نعم. وبالمقابل ترفض المالية قيمة المازوت الموجود الآن قبالة ميناء الحديدة. والسكان الحديدة يعلم جيدا من الآن الذي يمارس عليه العقاب الجماعي. بسيم. هناك نعم. بسيم في. نعم. تحصل من بعض الحصار. نعم. بسيم. ليس كما هو الحصار الداخلي الذي. بسيم كلمتك الأخيرة. نعم. نعم. بسيم. نعم بسيم، كلمتك الأخيرة في يعني في حال استمرت هذه الكارثة وعدم الالتفات لأبناء محافظة الحديدة، ما الكارثة المتوقعة في هذه المحافظة؟ بأقل من دقيقة إذا تكرمت. أخي أنا أكرر الكلمة التي قلتها قبل قليل، أتمنى أن الحكومة الشرعية أولاً والتحالف والمنظمات الخارجية وخاصة المتحدة المغرى لمحافظة الحديدة بمزيد من الاهتمام، وعدم إهمالها لكونها محتلة من قبل ميليشيا الحوثي أو المقلوع، فسكانها أول مرة قضى هؤلاء الميليشيات. عليه لا يمكن ان يعاقبوا من قبل هؤلاء الميليشيات، وتظل الحكومه مدعمه كما يقولوا لما يحصل معها من معاناه، فلا بد ان يكون هناك موقف في حل هذه المشاكل، ولا يمكن ان تكون كل الفلوس تجي الى محافظات اخرى فقط. هناك شعب يعاني، الجمهوريه اليمنيه يعاني. نعم. ويلات يوميا بسبب المعيشه والفقر والانقطاع الكهربائي. نعم. اشكرك جزيل الشكر. نعم. المياه وكثير من المشاكل وليس على أشكرك الصحفي بسيم الجناني، كنت معنا عبر السكايب من محافظة الحديدة. مشاهدينا الأكارم، لم يبقى لنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نستعرض بعض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، نتابع بعضا من هذه التعليقات. نبدأ مع صديق البرنامج الأخ كمال الشاوش، يعلق: يفترش الناس في أرصفة الشوارع وتحت الأشجار بحثا عن مكان تقل فيه درجة الحرارة ولو بشكل بسيط، تزامنا مع الحر الشديد وانقطاع التيار الكهربائي، حتى وصلت النتائج إلى وفاة أشخاص نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، الذي من الممكن أن يساعد عبر أجهزة التكييف من تخفيف هذا العبء على الناس في هذه المدينة. كمال الشاوش. تعليق آخر من أصدقاء البرنامج حول موضوع معاناة الناس في محافظة الحديدة، الأخ شعيب القديمي يعلق: الحديدة وأبناؤها تعيش تهميش من زمان، وميليشيات الحوثي قتلت ما تبقى من الحياة، مشاهد بؤس وحرمان وظلم يعيشها أبناء تهامة، في ظلم وامتهان للمواطن وسحقه، فالماء والكهرباء الذي يعد أساس الحياة انقطع عن معظم الحارات، وصاحبه ارتفاع في الأسعار وانعدام مادة الدي الغاز والمشتقات النفطية، وتفشي الأمراض المزمنة والمعدية، وانعدام للخدمات الصحية بشكل تام، فقر وجوع وبطالة، وزاد عن هذا مسلسل الاختطاف والاعتقال والقتل أصبح يومي انتهجه ميليشيا الحوثي بحق أبنائها، فمن واجب السلطات المحلية وحكومة الشرعية والمنظمات الدولية مساعدة أبناء الحديدة الذين أصبحت حياتهم تعيسة ومؤلمة جدا. رأي أخير من صديق البرنامج الأخ سيف الكامل يعلق: الوضع الصحي في الحديدة بحاجة إلى معالجات جادة ومسؤولة من كل الجهات المعنية في الدولة، فالمحافظة التي يفوق عدد سكانها 2,700,000 نسمة باتت تعاني من قلة المرافق الصحية على مستوى المدينة، بينما تشهد المديريات الريفية غيابا لهذه الخدمات بشكل كبير بسبب تعثر المشاريع الصحية في المديريات. سيف الكامل، نختم بهذا الرأي ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. الشكر للصحفي عبر الاسكايب من الحديدة بسيم الجناني، الشكر أيضا للدكتورة أشواق محرم نائب مدير مكتب الصحة والسكان في محافظة الحديدة. كنا نتمنى أن يكون معنا وزير الصحة، نائب وزير الصحة، وكيل وزارة الصحة، للأسف الشديد تواصلنا معهم لكن لم يبدوا أي تجاوب معنا لكي نرى وجهة نظر الحكومة فيما يخص المعاناة في محافظة الحديدة. شكرا لكم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، شكرا لمعد الحلقة الزميل وديع عضاش، شكرا أيضا لمنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، الشكر موصول لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحيات المخرج عيسى إسماعيل، وتقبلوا تحياتي حتى الملتقى إن شاء الله بحلقة جديدة بين قوسين، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.